احنا معاكم دلوقتي في مركز بدر في اخر زمام 2. الملوحة هنا ملوحة مرتفعة وكمان في نسبة حديد في التربة. من الملاحظ ان المنطقة كلها منطقة فيها محاجر كتير، وده بيؤكد ان الارض اللي احنا موجودين فيها ارض صعبة، ارض الزراعة فيها تحتاج مجهود كبير جدا ومشقة، واحتمالات ان عدم نجاح او اكتمال الموسم كبيرة جدا ومرتفعة. اشرح لي يا باشمهندس ياسر ايه الموضوع ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع انها تم استخدام جهاز دلتا ووتر التكنولوجي الياباني ب 14500 جاوس، وجود نسبة حديد في المياه بشكل كبير، وجود نسبة املاح 1200 في زراعة فراولة، ده اعجاز في حد ذاته. الفراولة زي ما احنا عارفين انها حساسة الملوحة، يعني 600 جزء في مليون ممتاز، 650-700. هنا اصرار على النجاح من قبل السيد المزارع وصاحب الارض. زي ما احنا شايفين احنا في منطقة منخفضة تماما، الارض رملية، ظهر معانا بعد استخدام الجهاز ب 15 يوم نموات جديدة خالية من كافة عناصر التلوث، ابتدت النقطات تتفتح بشكل كويس. المقصود من الفراولة هنا هي مشتل، وبالتالي المددات زي ما حضرتك شايف ما شاء الله ممتازة، انتاج عدة نباتات من نبات واحد في 15 يوم، ده انجاز. لو بصينا هنلاقي كل المددات شغالة، القلب الجديد، النموات الجديدة داخل الفراولة ابتدت تشتغل بشكل نموذجي، ده اللي احنا كنا بندور عليه. يعني برضو عايز بالكاميرا نيجي نشوف كده المنطقة. المنطقة زي ما احنا شايفين منطقة كلها صحراوية، محاجر، مناخ نفسه قاسي، التربة هنا ونوعيتها وجودة المياه 1200. النهاردة بعد تركيب الجهاز ب 15 يوم زي ما احنا شايفين دي النموات الجديدة، وعندنا المددات للفراولة نفسها، ففي اختلاف وفي نمو، ابتدى يظهر حياة جديدة بالنسبة للزرع. دي ارض مشتل للفراولة. معايا برضو المزارعين المسؤولين عن الارض هنا. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. احكي لي بقى الارض دي انت بالك فيها هنا دي. الارض دي لسه ارض جديدة، اول زرع ليه. دي اول زرع. اول زرع. طبيعة المكان هنا صعبة قوي، يعني ازاي ان انا ازرع في منطقة زي دي؟ والله الارض الارض جديدة ما فيهاش اي مشاكل، هي تتوقف كلها على مية نظيفة. عايزة مية بس. مية حلوة. يعني هنا مرتفع. قبل الجهاز ما كانش ليه لازمة خلاص، ما كانش يسكر. ما اشتغلش معاك. تقريبا بقاله 20 يوم بقى في تحسن في المشتل زي ما حضرتك شايف. تقييمك ايه؟ انت مزارع فراولة اساسا، بتزرع اراضي بره المكان ده هنا. تقييمك ايه لو عملت مقارنة ما بين الارض المشتل دلوقتي واي ارض انت بتزرعها؟ في اختلاف بعد تركيب الجهاز، يعني في مباشرة بالامل اللي انت شايفه ده؟ الجهاز عمل نتيجة بس مش 100%. هو بقاله 15-20 يوم بس. تقريبا تالي كمان البير ده ملح زاد عن اللازم. هو هنا قالوا لي ان التحليل 1200، انتوا حللتوا هنا المية؟ ممكن تكون اكتر. حللنا التحليل 1200. فين؟ حللنا في شركة بيكو، وحللنا والبشمهندس حلل على الجهاز. دكتور محمد حلل على الجهاز في شركة، وحللته على الجهاز كمان. في شركة هتتابع معاك الموسم من اوله، ولا انت بتزرع لوحدك وهتعتمد بقى بعد كده على تسويق كده؟ يعني في شركة ممكن بعد كده ان شاء الله، عشان التوصيات الفنية وعلشان اكيد ان شاء الله. التسميد هنا اخباره ايه؟ بتسمد ازاي؟ يعني بيبقى نطرات، لوريا، كالسيوم، حاجات زي كده. يعني الوقت ده مناسب ان انت تبتدي فيه مشتل الفراولة، ولا انت متأخر شوية؟ لا الوقت ده مناسب، بس هي المية كانت عاملة مشاكل معانا، وفي حديد، نسبة حديد في المية، فربنا ييسر نشوف الدنيا هتعمل ايه بعد الجهاز ان شاء الله. يا مسهل. يعني زي ما احنا شايفين مكان صحراء، واحنا عندنا حلم دلوقتي ان احنا نزرع الصحراء المصرية، عندنا حلم ان احنا نستفيد بجميع الموارد. بيقولوا لي مية البير فيها ملوحة مرتفعة، ده ما خلناش ان احنا نقف، لا بندور على العلم، بنشوف هنعمل ايه، نحل المشكلة ازاي. احنا معاكم النهاردة اهو، الجهاز بقاله 15 او 20 يوم، في نتيجة مبشرة ان شاء الله في نهاية الموسم برضو، او في نهاية اكتمال عمر المشتل، هنيجي نتابع معاكم ونشوف ايه الاخبار، خصوصا ان احنا شايفين يعني في مؤشرات زي المددات، زي الورق وحجمه ولونه، فبإذن الله يكون في نتيجة جيدة.